عيد بأي حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. لم تعد أجواء العيد في العراق كسابق عهدها، فمن سيء إلى أسوأ يذهب الحال في العراق، ما بين صراعات سياسية وحزبية وفساد أدى إلى الانهيار الاقتصادي، وبين انتشار فيروس كورونا بشكل كبير وانهيار المنظومة الصحية كغيرها من القطاعات الخدمية في العراق. ومع حلول عيد الأضحى المبارك، عجز العراقيون عن تلبية احتياجات العيد لاكتوائهم بنار الأحوال المعيشية الصعبة، حيث اتجه معظم المواطنين إلى تأجيل شراء الملابس والأضاحي ومستلزمات العيد التي اعتادوا شراءها في السابق، وأقبلوا على اقتناء السلع الأساسية فقط. هسه العالم مهمومة، عبالك عيد ما عندهم، كان يحسبون العيد ايام بعد اسبوع بعد يوم باشر عيد، كلها تحضر تشتري هدوم تشتري ملابس تشتري مواد غذائيه تضمها يعني العيد مال يومين ثلاثه. طيب هسه العالم عبالك ماكو عيد يعني يا ستار يعني. حتى الاحتياجات الضرورية الأساسية للعائلة العراقية صارت تدون في دفتر الديون أو الشراء بالتقسيط بالاتفاق مع أصحاب المحال التجارية، الذين أكدوا أن البيع بالدين أو القسط أصبح الحل الوحيد لتصريف بضائعهم وإنقاذها من الركود. الكهرباء معضلة العراقيين إلى حد هذا اليوم في عام 2020، ينغص عليهم فرحة العيد وأجواء العيد. أغلبية الناس الآن لها يوم أو يومين لربما ما قدرت تنام بسبب انقطاع التيار الكهربائي وسبب درجات الحرارة المرتفعة، موضوع حظر التجوال وتأثيره على أيضا الكسبة والعمال، وأيضا هذا ما انعكس سلبا على أجواء العيد عدهم، ما قدروا يفرحون أهلهم أطفالهم أزواجهم. وبطقوس غائبة وفرحة حذرة يستقبل العراقيون العيد هذا العام، بعد أن اعتادوا في السابق التجهيز للعيد والاحتفال به وتبادل الزيارات بين الأسر لتناول وجبات الطعام العراقية المنوعة وغيرها من الأنشطة التي اختفت بسبب فساد أحزاب السلطة وسطوة ميليشياتها.